ياسمين عز اللي فات هزار واللي جاي ضرب نار، مش عايز معايا عند علشان رامز نيفر اند. اوكي ماشي. عندنا كام مرحله هنمر بيهم مع بعض. اتخبطتي ولا ايه؟ يوجعك. انا مالي انا مالي، انت فاكرك انا بتهز؟ تاني حركه في الكرسي والله العظيم ضربي. تاني حركه في الكرسي، الكرسي بيتقلب لتحت. عايزين اعملها؟ هدخل الجنه عشان بدافع عن الراجل. ادخل الجنه. عايزين اعملها؟ عايزين اعملها؟ من فضلك واحسن. اسمع الكلام. اسمع الكلام والله. اسمع الكلام. اسمع الكلام؟ قولي. هسمع الكلام. هسمع. انا اصلا بسمع الكلام. لا لا بصي، انا قلت كلمه واحده، مش عايز كلام كتير. اسمع الكلام. انت في تراب بلعته. اسمع الكلام. هسمع الكلام. ايه في رياله نزلت ولا حاجه؟ لا ما فيش. عادي عادي. ضفت كسر. ايوه. اول حاجه مرحله الشفافيه. اوكي اوكي اوكي. طبعا دلوقتي ياسمين بعد الحلقه دي هتطلعي ببرامج كتير، هتتسالي اول سؤال. اول سؤال هتتساليه. اوكي. تردي. بصي تردي لما اخلص السؤال. حاضر. لما اخلص ايه السؤال؟ أيوة. هتطلعي ببرامج كتير ان شاء الله. هتتسالي اول سؤال ايه هو؟ كنت عارفه المقلب ولا لا؟ لا والله انا اصلا ما بطلعش. بصي للكاميرا. بصي للكاميرا. ما تقوليش لمستني. بصي للكاميرا وما تقوليش. طيب ما بطلعش الدفاع. وندمت ان انا طلعت الدفاع. انت عارفه المقلب ولا لا؟ لا مش عارفه والله ما عارفه. دلوقتي في سؤال الجمهور عايز يسالهولك. هو انت مجنونه يا ياسمين؟ لا انا عقله وست الكل. بجد؟ عقله وست الكل؟ في حد يقول عقله وست الكل؟ انا بقول يا ولية يا ولية. عايز اقول لك في ستات كتيره مستنيه الحلقه دي. صح؟ لا تعليق. الرجاله هيقطعوك. تاني مرحله. مرحله التصالح مع النفس والاخرين. اوكي والاخرين؟ اوكي الاخرين ذكور مذكر مش الاخريات. لا لا لا. اسمع الكلام ولا لا؟ لا لا لا. اسمع الكلام ولا لا؟ والله هس...